اهلا بحضراتكم مره تانية. ودلوقتي خلينا نروح نتعرف على حاله الطقس من منا. اخبار الجو ايه؟ انت قلت لنا امبارح انه كان حار والنهارده كمان هيكون حر. كان في الصبح شبوره يعني باينه خالص من واحنا جايين الصبح. لا بس احنا في الصيف يا جماعه ومتوقعين ومتاقلمين الحمد لله. فتمام. لا متوقعين ماشي، متاقلمين لا. تمام تمام يا حبيبي، متاقلمين صدقني متاقلمين. ماشي اتفضلي يا منى. اتفضلي. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون حار ورطب على القاهره الكبرى وعلى الوجه البحري، وهيكون مائل للحراره ورطب على السواحل الشماليه، وشديد الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. نسبه الرطوبه هتتراوح من 2 ل 4 درجات. اما بالليل الطقس هيكون معتدل ورطب على القاهره الكبرى وعلى باقي الانحاء. الصبح كان في شبوره مائيه خفيفه على الطرق المؤديه للقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وفي نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الغربيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متوقعه. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهره هنبتديها 37-25، الاسكندريه 31-24، مطروح 30-22، سيوه 38-23، بورسعيد 32 والصغرى 26، دمياط 32 درجه 25، الاسماعيليه 37-24 والسويس 37-25. نروح للعريش اللي العظمى فيها 33 والصغرى 25، طابة 36-24، كاترين 33-19، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28، والفيوم 37-24، بني سويف 37-25، والمنيا 37-25. أسيوط العظمى فيها 39 درجة والصغرى 26، وسوهاج 40 درجة والصغرى 26، قنا 40-27، والأقصر 41 درجة 27، أسوان الأعلى النهاردة 42 درجة والصغرى 28، أيضا الوادي الجديد 42-27، شلاتين 38-27، أما حلايب العظمى فيها 36 والصغرى 27.